يقول السائل: ما حكم أخذ النعال من عند أبواب الحرم للوضوء أو لقضاء الحاجة أو الاغتسال ثم إعادتها، أو أخذها للذهاب بها لمشوار ثم العودة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تأخذ نعال الناس تروح توضابها ولا تستخدمها، حرام عليك، هذه أموال الناس وحقوق الناس، ما يجوز إلا بإذنهم، لا تأخذها. إن كان معك نعال لك البسهن، ما معك شيء اشتر، ما معك ما تشتري تروح حافي، تمشي حافي، ولا تأخذ نعال الناس.